مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 2 Lesson 1، اليونت الثاني الدرس الأول. عنوان الدرس What do you do at school؟ ما الذي تفعله في المدرسة؟ بالفقرة الأولى يقول لي Match the pictures and the words، طابق هذه الكلمات بالصور المناسبة إلها. Write complete sentences to describe what they are doing، واكتب جملا كاملة عما يفعله هؤلاء الأشخاص. بالبداية خلينا نتعرف على العبارات اللي منطيني إياها على ما نقدر نوصلها بالصور المناسبة إلها. Give a presentation معناها يقدم، عرض تقديمي. Give a presentation معناها يقدم، عرض تقديمي. بعض الأساتذة يطلب من الطلاب أن يكتبون إنشاء، وبثاني محاضرة وبثاني درس يطلب من مجموعة معينة من الطلاب أن يقرون الإنشاء مالتهم على باقي الطلاب. هذا التقديم أو هذا الإنشاء لما يقروه تقريبا يعتبر عرض تقديمي، أو يطلب من الطلاب أن يبحثون بموضوع معين، وثاني درس يقدمون هذا البحث اللي قدموه أو اللي سووه يقدموه أمام الطلاب. هذا يسموه give presentation، يعطي عرض تقديمي أو يقدم عرض تقديمي. take an exam معناها يؤدي الامتحان. الفقرة الثالثة أو العبارة الثالثة use the self access center، يستخدم مركز التعلم الذاتي، أخذناها باليونت الأول الدرس الأول the self access center. watch a film، يشاهد، هاي جدا بسيطة، يشاهد فيلما. write a report، يكتب تقرير. هسا عرفنا العبارات، أريد نوصلهن بالصور المناسبة لهن بأسفلهن. صورة هذا الطالب، شنو اللي قاعد يسوي هذا الطالب؟ هذا الطالب واقف أمام الطلاب ويقدم عرض تقديمي. إذن الصورة أي أوصلها بعبارة give a presentation، الصورة بي صورة للطالب يكتب تقرير، إذن الصورة بي أوصلها بعبارة write a report. الصورة الثالثة الصورة سي مجموعة من الأشخاص قاعدين يباعون فيلم وثائقي، إذن watch a film. الصورة الثالثة أوصلها بعبارة watch a film. الصورة الرابعة مجموعة من الطلاب يؤدون امتحان، إذن الصورة الرابعة اللي هي دي take an exam أوصلها بالعبارة take an exam. أما الصورة الأخيرة الصورة إيه مجموعة من الطلاب قاعدين أمام حاسوب يستخدمون برامجيات هذا الحاسوب أو الأقراص اللي بها الصوتيات مال هذا الحاسوب على مود يتعلمون اللغة أو يتعلمون أي فد موضوع معين. إن أنا إذن يستخدمون شنو؟ يستخدمون مركز التعلم الذاتي. إذن الصورة إيه أوصلها بالعبارة use the self access center. هسا إحنا خلصنا الفقرة الأولى، يقول لي واصل الصور بالجمل المناسبة أو بالعبارات المناسبة. write complete sentences to describe what they are doing، اكتب جمل كاملة عما يفعله هؤلاء الأشخاص. احنا نقدر نستخدم موضوع المضارع المستمر في التعبير عن هذه الجمل. شلون يعني؟ يعني مثلا الصورة الأولى هذا الشخص قاعد يقدم عرض، اذا ايش اقول؟ بما انه مذكر اقول he is giving presentation، انه يؤدي او انه يقدم عرض تقديمي. الصورة الثانية للشخص يكتب تقرير أقول he is writing a report، هو يكتب تقريرا. الصورة الثالثة مجموعة من الأشخاص، إذن أقول they are watching a film، هم يشاهدون فيلما. they are taking an exam، هم يؤدون امتحانا. they are using the self access center أو they are using software of the self access center، هم يستخدمون البرامجيات في مركز التعلم الذاتي. لحد الآن هذا مجرد نشاط صفي، الأستاذ كمقدمة للدرس يطلب من الطلاب أن يفتحون كتاب الطالب ويوصلون العبارات بالصورة المناسبة لها، ويختار مجموعة من الطلاب يسوي جمل أو يسوون جمل عن هذه الصور. غير مهم الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. الفقرة الثانية يقول لي look at the Mahmood's timetable، انظر إلى جدول الدروس الخاص بمحمود. ask and answer questions، ثم قم بسؤال أسئلة، مجموعة من الأسئلة عن هذا الجدول والإجابة عن هذه الأسئلة. هنا الأستاذ يختار طلاب اثنين عشوائيا، يوقفهم أمام باقي الطلاب ويسوون محادثة بداخل الصف عن هذا الجدول. شنو طبيعة المحادثة؟ الطالب الأول لنفترض أنه يسأل، شو يقول؟ يقول how often does محمود have history، كم مرة أو كم حصة لدى محمود بدرس التاريخ، كم حصة التاريخ بهذا الجدول. فالطالب الآخر اللي واقف أمامه يروح يحسب درس التاريخ، هذه محاضرة أو هذا درس، بعد عندنا درس ثاني للتاريخ، نعم هذا هو الدرس الثاني. إذن هو عنده درسين تاريخ أو حصتين تاريخ حسب الجدول، يقول له he has history twice a week، لديه حصة التاريخ
مرتين في الأسبوع. إذن هو عبارة عن جدول، شوفوا هنا نلاحظ Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday، ذني أيام الأسبوع، ومنطيني تقسيمات المحاضرات من 8 إلى 9، من 8 إلى 10، من 9 إلى 10، من 10 إلى 11 إلى آخره. فمثلاً حصة الجغرافيا يوم البيولوجي عفواً الأحياء يوم الأحد من 8 إلى 10، أما يوم الاثنين من 8 إلى 9 جيوغرافي، ومن 9 إلى 10 إنجليش. فيطلعون على هذا الجدول ويسوون محادثة بداخل الصف كسؤال وجواب عن هذا الجدول. نأخذ فكرة ثانية على مود الطلاب يقدرون يشاركون بداخل الصف، مثلاً يقول له How often does محمود have مثلاً maths؟ كم حصة رياضيات لدى محمود؟ الطالب الآخر يروح يحسب دروس الرياضيات ويقول له مثلاً once حصة واحدة، twice حصتين، three times، four times، five times، 3 مرات أو 3 حصص، 4 حصص، 5 حصص إلى آخره. إذن هم مجرد عبارة عن نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي. نراجع ذني كلمات خاف ناسيهن. كلمة history معناها تاريخ، geography معناها جغرافيا، physics معناها فيزياء، chemistry معناها كيمياء، biology معناها علم الأحياء. إذن هذا مجرد كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي. ننتقل للفقرة المهمة من هذا الدرس اللي هي فقرة الفرق بين البورو واللاند. هو إيش منطيني؟ يقول لي I am going to the self-access center to borrow some books. أنا ذاهب لمركز التعلم الذاتي لكي borrow، لكي أستعير some books، بعض الكتب. الجملة الثانية إيش قايل لي؟ My cousin is going to lend me some maps. ابن عمي سوف يعيرني some maps، بعض الخرائط. شنو الفرق بين يستعير ويعير، بين borrow ولاند؟ هنا راح نجي ناخذ الفرق بالمعنى والفرق بالاستخدام، شلون اختار الصفه او شلون اختار الاداه المناسبه للجمله. اذا انا طالب اقدر اترجم الجمله، اقدر اعرف معناها، او اذا كانت معاني ضعيفه. بالبدايه اجد افرق بيناتها. borrow شنو معنى borrow؟ borrow معناها يستعير. استاذ شنو يعني يستعير؟ على مود توضح اكثر راح اعطيك مرادف لها. يستعير يعني ياخذ. إذن borrow معناها يستعير. شنو يعني يستعير؟ يعني يأخذ. فإذا لاحظت المثال I am going to the self-access center، أنا ذاهب لمركز التعلم الذاتي لكي أستعير، لكي أخذ some books، بعض الكتب. أما land، خلنا نجي نشوف land شنو معناها. land وتعني يعير أو يقرض. شنو يعني يعير أو يقرض؟ يعني يعطي. يعني بين قوسين البورو هي عكس لاند، اليستعير عكس يعير، اليأخذ عكس يعطي. إذن عرفناها من ناحية المعنى، هذه معناها يستعير، بورو معناها يستعير أو يأخذ، واللاند معناها يعير أو يعطي. شلون أميز بيناتهم؟ أو هو بالامتحان طبعا يجيب ليها على شكل اختيارات، شلون أختار الاختيار المناسب للجملة؟ شوفوا طلاب، عادة البورو عادة ما يأتي بعدها جروني خط جو كلمة غير عاقل، يأتي بعد البرو غير عاقل. شنو تقصد أستاذ؟ يعني الفراغ إذا لقيت وراء غير عاقل شو راح أختار؟ راح أختار كلمة أو عبارة برو. هذه سهلة، أنا مجرد أن أشوف بعد الفراغ غير عاقل أختار برو. زين اللاند شنو استخدامها؟ وعادة ما يأتي اللاند عادة ما يأتي بعدها عاقل. خلنا نجي نرسمها على مود نحفظها. هذا الفراغ يأتي بعدها عادة ما تكون شنو؟ عاقل أو ضمير مفعول به. شنو ضمائر المفعول به طلاب؟ أنتوا أخذتوها بالثالث متوسط بشكل مفصل. إذا تذكرون ضمائر المفعول به هي المي، الهم، الهار. شوفوا طلاب، ضمير مفعول به عاقل، المي والهم والهار ضمائر مفعول به عاقلة. بعد اليو، الأص، والذن، هذن ضمائر المفعول به. إذا لقيت بعد الفراغ عيد، إذا لقيت بعد الفراغ عاقل أو ضمير مفعول به، أو إذا جاء بعدها غير عاقل لكن يلحقه تو، إذا جاء بعدها غير عاقل يلحقه تو، يأتي بعده تو. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ شوفوا طلاب على الامثله على مود تقدرون تختارون الاختيار المناسب. Can you frog me your ruler؟ يخيرني بين borrow و land. اولا اروح اشوف بعد الفراغ، ايش لقيت بعد الفراغ؟ لقيت مي. مي شنو تعتبر؟
تعتبر ضمير مفعول به. هذا المي ضمير مفعول به. إذا لقينا ضمير مفعول به إيش راح نختار؟ طبعاً هنا راح نختار لن على مود نميزها. إذا لقينا ضمير مفعول به إيش راح نختار؟ راح نختار لن. إذن حليتها بدون الاعتماد على المعنى. زين أستاذ، لا إذا على المعنى خلينا نجي نشوفها ضابطة. إيش قال لي؟ قال لي can you lend me your ruler؟ هل يمكنك أن تعيرني؟ هل يمكنك أن تعطيني مصدرتك؟ شوف هنا صارت تعطيني أو تعيرني. إحنا قلنا إن اللاند معناها يعير أو يعطي. نأخذ مثال ثاني. Can I فراغ أبان؟ إيش لقيت بعد الفراغ؟ بان. بان إيش تعتبر؟ تعتبر غير عاقل. إذا جاء بعدها غير عاقل، إذا جاء بعدها غير عاقل إيش راح نختار؟ راح نختار بارو. أوقف أستاذ، أنت بالجملة الثانية أو بالأداة الثانية هم أنا قلت لي يأتي بعدها شنو؟ غير عاقل، لكن بشرط يلحقه تو، يأتي بعده تو. يعني إذا أنا لقيت تو لازم راح يصير الحال يختلف أو راح يصير الاختيار مختلف. إذن can you lend me your ruler؟ هل يمكنك أن تعطيني؟ هل يمكنك أن تعيرني مصدرتك؟ can I borrow a pen؟ هل يمكنني أن أستعير؟ هل يمكنني أن آخذ قلم؟ أصبحت الجملة اختيارها صحيح. هسه سجلوا هاي الملاحظات وراح نشوف انه بتمرين كتاب النشاط، هذا التمرين سجلوا عليه تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، بامتحان الشهر الثاني، امتحان نصف السنة، وكذلك امتحان نهاية السنة. بالبداية شو يقول لي؟ يقول لي طبعا هو هنا هم راح يخيرني borrow و lend. شوف هنا انا مسوي لها بالماضي، borrowed بالماضي و lend هي الماضي مال lend. خلينا نشوف نقدر نختار الاختيار المناسب للجملة، نقدر نختارها أما عن طريق المعنى أو عن طريق الملاحظات اللي اعطيتكم إياها تقدرون تعتمدون عليها. شو يقول لي؟ يقول لي my sister فراغ me. من يتذكر المي تعتبر شنو؟ تعتبر ضمير مفعول به. خلنا نتأكد، جاء بعدها ضمير مفعول به إيش راح نختار؟ راح نختار lend. هو منطيني lend بالماضي اللي هي lent، إذن أقول lent. خلنا نجي على المعنى، أختي أعارتني، أختي أعطتني her headphones، الهيدفون الخاص بها. نمبر 2 ثانيا، can I فراغ your book؟ بعض الطلاب يقول هذه your، هذه ضمير مفعول به. انتبه، هذه you ضمير مفعول به. your book كلها ايش تعتبر؟ تعتبر غير عاقل. غير عاقل يعني ايش راح اختار؟ راح اختار borrow. اذا جاء بعدها غير عاقل ايش راح نختار؟ راح نختار borrow. خلينا نجي نشوفها من ناحية المعنى. خلي اكتب borrow. Can I borrow your book؟ هل يمكنني أن أستعير؟ هل يمكنني أن أخذ كتابك؟ I left mine at home. لقد تركت كتابي في البيت. الجملة الثالثة، محمود wanted to فراغ أمار. إيش لقيت بعد الفراغ؟ ماب، خريطة. غير عاقل. إذا غير عاقل فقط راح أختار borrow. إذا غير عاقل وجا وراها تو راح أختار لين. نحن لقينا فقط غير عاقل، إذا إيش راح أختار؟ راح أختار borrow. إيش راح تصير الجملة؟ خلينا نتأكد، بالماضي أو بالمضارع؟ borrow بالمضارع. إذا محمود wanted to borrow، محمود أراد أن يستعير خريطة أنتاركتيكا اللي هي خريطة القطب الجنوبي أو قارة القطب الجنوبي. اللي بعدها النقطة الرابعة، سامي فراغ محمود. شوفوا طلاب، إيش لقيت بعد الفراغ؟ عاقل. محمود شخص عاقل. إذا جاء بعدها عاقل قبل إيش راح أختار؟ راح أختار لن. هو منطيني لنت بالماضي، أكتبها بالماضي لنت. سامي أعار محمود، سامي أعطى محمود جريدة عن البنغوينز، عن البطاريق. اللي بعدها، think carefully before you فراغ something. ركز وياي تو. Something معناها شيئا ما، شيء غير عاقل، لكن انتبه ايش اجا وراها؟ اجا وراها تو. اذا جاء غير عاقل يلحقه تو، ايش راح نختار؟ راح نختار لن. اذا جاء غير عاقل وانها ياتي بعدها غير عاقل يلحقه تو، ايش راح نختار؟ راح نختار لن. اذا اقول think carefully before you lend something to a person. فكر جيدا قبل أن تعير، فكر جيدا قبل أن تعطي شخصا أو شيئا ما لشخص معين.
You don't know very well. لا تعرفه بشكل جيد. الجملة السادسة I had to فراغ pen. شو لقيت بعد الفراغ؟ غير عاقل. غير عاقل ما اجى بعد شنو؟ ما اجى بعد تو. اذا مباشرة ايش راح اختار؟ راح اختار بورو. اذا اكتب له بورو. صارت الجملة I had to borrow. كان علي ان استعير او ان اخذ pen قلم from the teacher من المدرس. أصبحت الجمل اختياراتها صحيحة. هذا ما يخص هذا التمرين، تمرين الحقيبة. مثل ما وضحنا تمرين مهم جدا، يجيني مثل ما هو يعطيني جملة من ذن الجمل ويخيرني بين البورو واللين. بعض الجمل بعض الطلاب يقول أنا أعتمد على المعنى، مجرد أني أعرف أترجم الجملة أقدر أختار الاختيار المناسب للجملة بدون الاعتماد على ملاحظاتك. وبعض الطلاب ما يقدر يترجم من ذن الجمل، تقدرون تعتمدون على هذه الملاحظات وبالتالي تقدرون تختارون الاختيار المناسب للجملة. الآن ننتقل لباقي تمارين كتاب النشاط اللي بيها بعض الأنشطة الصفية وبعض الأنشطة المهمة، إن شاء الله راح نحلها بالدقائق القادمة، خليكم ويانا. الآن مع باقي أنشطة كتاب النشاط وتحديدا نبدأ بتمرين أي. طبعا إحنا اللي حليناه قبل دقيقة هو كان تمرين الحقيبة، وأغلب الأساتذة ينطون تمرين الحقيبة كواجب بيتي بعد ما يشرح موضوع اللين والبرا، ينطي تمرين الحقيبة كواجب بيتي على مود يقدر يعرف الطلاب اللي افتهموا موضوع البرا واللين واللي ما افتهموا. وبعض الأساتذة لا يحلوا بداخل الصف باعتباره هو تمرين مهم جدا بالامتحان الشهري وامتحان نصف السنة والامتحان الوزاري. نبدأ بتمارين كتاب النشاط تمرين أي. شي يقول لي؟ يقول لي listen and tick. استمع على المقطع الصوتي رقم 16 وضع صح the subjects محمود mentions على المواضيع التي ذكرها محمود بالمقطع الصوتي. مثل ما تعودت سابقا راح نعرض المقطع الصوتي على شكل مقطع نصي ونشوف بهذا المقطع يا مواضيع ذكرها، هل قام بذكر مثلا الانجليش اللغة الانجليزية الماتس عربيك الى اخره. شكو مقطع او شكو مادة ذكرها محمود بالمقطع الصوتي نوضع صح امامها بالتمرين اي. نبدأ بقراءة المقطع النصي. محمود يتحدث يقول school has just started. لقد بدأت المدرسة للتو. I have a lot of work. لدي الكثير من العمل لكي أقوم به. But I like seeing my friends again. هو صحيح أنا عندي هواي أعمال، لكن أنا أحب أن أرى أصدقائي مرة أخرى، أصدقاء المدرسة. This is my new timetable. وها هو جدول الحصص الجديد الخاص بي. I am in year 10. أنا في الصف العاشر أو في السنة الدراسية العاشرة. This year في هذا العام. Which means وذلك يعني I am taking a lot of new subjects. سوف أخذ بهاي العام الدراسي الكثير من المواضيع الجديدة like chemistry مثل الكيمياء biology الأحياء علم الأحياء. I love science. أنا أحب العلوم علم الأحياء علم الكيمياء أنا أحبهن بشكل عام. And I think وأعتقد I really like my science classes. I will really like my science classes. وأعتقد بأنني سوف أحب دروس العلوم بشكل عام اللي هي الكيمستري والبيولوجي this year في هذا العام. My favorite class درسي المفضل so far لحد الآن this year في هذا العام is geography. هو درس الجغرافيا. إذا لاحظت لحد الآن هو ذكر ثلاث مواضيع اللي هن أو ثلاث دروس اللي هن الجيوغرافي الجغرافيا أضع عليها صح، والبيولوجي علم الأحياء، والكيمستري الكيمياء. نرجع نكمل باقي النص على مود نشوف اكو دروس ثانيه ذكرها. Yesterday البارحه we watched a film about Antarctica. البارحه شاهدنا فيلما عن القاره القطبيه الجنوبيه in geography class في صف الجغرافيا. I love watching films. انا احب مشاهده الفيلمز الافلام because I can see what other countries look like. لأنه هذا راح يتيح لي أني أعرف كيف يبدو أو كيف تبدو البلدان الأخرى. أنتاركتيكا is really interesting. قارة القطبية الجنوبية هي جدا مثيرة للاهتمام. My geography teacher said it is the coldest continent. ومدرس الجغرافيا قال بأنها أبرد قارة. Continent معناها قارة. I am going to write a report about it. وأنا سوف أكتب تقرير عنها this afternoon في هذا المساء. I'm going to the Self Access Center to borrow some books for my report. سوف أذهب إلى مركز التعلم الذاتي لكي أستعير بعض الكتب التي تساعدني على كتابة هذا التقرير. I like writing reports. أنا أحب كتابة التقارير. But I don't like giving presentations.
أنا أحب أكتب تقرير لكن ما أحب أسوي عرض تقديمي. يعني قلت لكم أنا سابقا أنه بعض الطلاب يسوون تقارير وبعض الطلاب يسوون تقارير ويوقفون أمام الطلاب يشرحون التقرير مالتهم. يقول أنا أحب أكتب تقارير بس ما أحب أسوي presentation أقدم عرض تقديمي. My English teacher told me I have to give a presentation about my trip to England. لكن مع ذلك المدرس مالتي طلب من عندي أني أكتب أو أعطي عرض تقديمي عن رحلتي إلى إنجلترا. My cousin is going to lend me some maps. ابن عمي سوف يعيرني يعطيني بعض الخرائط and photographs والصور الفوتوغرافية he took when he were there last year التي التقطها عندما كان هناك العام الماضي. But I am still لكنني لازلت really nervous متوتر جدا. I don't like taking in or talking in front of the class. أنا ما أحب أنه أكون أو أقدم عرض تقديمي. أحب أتحدث ما أحب أتحدث أمام الطلاب. شون هو شخصية خجولة. I also hate taking exams. وكذلك أنا أكره تأدية الامتحانات. ما أحب أسوي امتحانات. But I suppose everybody does. لكن على الجميع أن يؤدي الامتحانات. هذا الشيء مفروض علي. هسه شنو هو الدروس اللي ذكرهن؟ لحد الآن هو ذكر فقط الكيمستري والبيولوجي والجيوغرافي. ما ذكر لا اللغة الإنجليزية. الإنجليش ما ذكرها. الماث ما ذكرها. العربيك ما ذكرها. فيزيكس ما ذكرها. هيستوري ما ذكرها. كمبيوترز ما ذكرها. إذن ذكر فقط ثلاث دروس الكيمستري والبيولوجي والجيوغرافي. هذا ما خص تمرينين. هذا مجرد نشاط صفي. الأستاذ يطلب من الطلاب إنه بداخل الصف يعلقينهم مقطع صوتي ويطلب من عندهم إن يستمعون المقطع الصوتي وأثناء استماعهم يأشرون على الدروس اللي يذكرها محمود خلال المقطع الصوتي. أما تمرين بي يقول لي match the beginnings at the endings of the sentences. طابق بدايات الجمل بنهاياتها. طبعا هو هم أنه منطيني مقطع صوتي رقم 17 وإذا تلاحظون في نهاية كتاب الطالب أنه هو مقطع الصوتي رقم 17 ونفسية المقطع الصوتي رقم 16 مكرر. إذا نحن قرأنا المقطع الصوتي رقم 16 مجرد نوصل بدايات الجمل وبنهاياتها حسب المقطع الصوتي اللي ذكرناه قبل دقيقة. شي يقول؟ يقول محمود like seeing. محمود يحب رؤية. شنو هو اللي يحب رؤيته؟ محمود ذكر بمقطع الصوتي يحب رؤية أصدقائه. All of his friends again. جميع أصدقائه مرة أخرى. إذن أوصلها بالحرف دي الجملة الثانية. محمود loves watching. محمود يحب مشاهدة الفيلمز الأفلام. بعض الطلاب ما يميز بين كلمة see يرى و watch يشاهد. الwatch خاصة بالأفلام بالمسلسلات بالتلفاز. أما see خاصة بمثلا see friends رؤية الأصدقاء I saw my brother رؤية الأشخاص إلى آخره. إذن ميزوا بين see والwatch. سي يرى أصدقائه يرى إخوانه يرى فد شيء معين. الواتشينج يشاهد يشاهد الفيلم يشاهد التلفاز يشاهد المسلسل إلى آخره. اللي بعدها محمود لايك رايتينجز. محمود يحب كتابة. شنو اللي يحب كتابته محمود؟ الريبورتس التقارير. يحب يكتب تقارير. الجملة اللي بعدها محمود doesn't like giving. محمود لا يحب أن يعطي أو يقدم العروض التقديمية البرزنتيشن. إذا أوصلها بالحرف إي. اللي بعدها يقول محمود hates taking. محمود يكره أن يؤدي الإكزامز الامتحانات. ما بقت عندنا غير فقط الإكزامز الامتحانات. يكره محمود تأدية الامتحانات. هذا النشاط كم كذلك مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي. من الممكن انتبهوا على هاي الكلمة. من الممكن إنه هذا التمرين أحد جملة أو هو الجمل كلها تجيني بالسؤال الثالث فرع بي السؤال المخصص بالتوصيل. من الممكن الأستاذ يأخذ هذا التمرين يخلي الياب ورقة الأسئلة بالشهر الثاني ويطلب من عندي أن نوصل أنصاف الجمل بالنهايات المناسبة لها. لكن هو لأن مقطع صوتي أغلب الأساتذة ما يركزون عليه لأن يعتبر كنشاط صفي. ننتقل إلى التمرين اللي بعده. Impairs يقول لك على شكل أزواج اثنين كل اثنين طلاب يأدون هذا النشاط. Practice asking if you can borrow the items below. شوف هنا شو يقول لك الأستاذ يطلب من الطلاب كل طالب هو والبصفة. الطالب الأول يطلب من الثاني أن يستعير منه فد شيء معين. شون يعني؟ شوف هنا الطالب الأول شو يقول. يقول can I borrow your pen. هل يمكنني أن أستعير قلمك؟ الطالب اللي بصفة لازم يرد عليه. أما يقول له yes you can نعم يمكنك. No or no you can't sorry أو كلا لا يمكنك أنا آسف. هنا الذي يريد يدربني عليه من
على استخدام البورو البورو واللاند. مرة ثانية هو منطيني جملة ثانية. Can you lend me your pen؟ هل يمكنك أن تعيرني أو تعطيني قلمك؟ الطالب الآخر أما يقول له of course بالطبع أو no sorry. مثال آخر الطلاب يقدرون يستخدمه مثلا يقول له Can I borrow your book؟ هل يمكنني أن أستعير كتابك؟ Can I borrow your copy book؟ هل يمكنني أن أستعير دفترك؟ إلى آخره. والطالب الآخر يرد عليه أما yes you can أو no you can't sorry. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحليلي والامتحان الشفوي، دليل يدربني على استخدامات البورو واللان مرة أخرى. التمرين اللي بعده يقول لي listen to the conversation between جواد and سلمى. استمع للمحادثة بين جواد وسلمى. شنو المطلوب من عندي بعدها؟ and complete the timetable، وقم بإكمال جدول الحصص. نفس الطريقة نفس الجدول اللي أخذناه ببداية الدرس، لكن الدروس مختلفة وبعض الدروس مفقودة. يعني شوف هنا أنا فراغات، لازم تملي هذه الفراغات. تعرف أنه مثلا يوم الاثنين الدرس الثاني أو الحصة الثانية شنو اللي عندهم حسب المقطع الصوتي، لازم تعرف شنو الحصة اللي عندهم وتكتبها بالحقم المناسب إلها. الآن نجي نقرأ المقطع النصي على مود نتأكد أو نقدر نملي هذه الحقول. المحادثة بين A و B، شخص A وشخص B. شخص A شي يقول Can I borrow your timetable? I think mine is wrong. هل يمكنني أن أستعير جدول الحصص الخاص بك؟ أعتقد أن جدولي خاطئ أو ببعض الأخطاء. I don't have it here. قال له أنا ما موجود عندي هنا. It's in my other notebook. إنه مكتوب في دفتر الملاحظات الآخر. But I know it by heart. لكن أنا حافظ بقلبي. Let's check your timetable. قال أنا أقدر أنا حافظ. تقدر تقول لي الأيام وأقول لك شنو الحصص اللي المطلوبة من عندك بهاي الأيام أو شنو الأخطاء اللي موجودة بجدولك. Okay. So today is Sunday. شوفوا هسه بلش. قال له حسناً إذن اليوم هو يوم الأحد. ركز وياي. Today is Sunday and we've had English first. عندنا بالبداية English صحيح. الدرس الأول English. بعد then geography. ثم بعدها جغرافيا. وراها then and Arabic. ومن ثم اللغة العربية. ومن ثم اللغة العربية. لحد الآن الجدول ما أنت مضبوط. لكن أكو بعد أدى خطأ. What is after break now؟ قال زين بعد الاستراحة. هاي الاستراحة. بعد الاستراحة شنو عندنا؟ باعتبار هو الجدول ما أنت خطأ. Computers. حصة مع الحواسيب. خلنا نجي نشوف خلنا نتأكد يلا نكتب الحصة. قال له no كلا we've got 2 hours of physics now. شوف هنا قال له عندنا درسين من الفيزيكس من 11:30 للوحدة ونص. إذن الدرس المفقود عنده هو درس الفيزيكس الفيزياء اللي بعدها. نكمل المحادثة على مود نعرف. وراها قال له right حسنا tomorrow's Monday. قال له يوم غد هو يوم الاثنين. we have history biology and chemistry. يوم الاثنين هذا الاثنين history biology chemistry and computers. خلينا نتأكد هذا الكلام صحيح. before the break right قال له عندنا شنو هو قدم لنا ثلاث دروس history biology chemistry. history biology chemistry إذا الدرس المفقود هو البيولوجي. biology معناها علم الأحياء. قال له عندنا history biology chemistry before the break قبل الاستراحة صحيح. قال له yes that's right نعم ذلك صحيح. and after the break وبعد الاستراحة computers وبعد الاستراحة درس الحاسوب. اذا بعد الاستراحة عندنا حاسوب يوم الاثنين. اذا الكلام صحيح. اللي بعدها then tuesday ومن ثم الثلاثاء is just like sunday. شوف انا ايش اقول له. يقول له الثلاثاء نفس الاحد. الثلاثاء نفس الاحد باختلاف بسيط. شنو هو الاختلاف؟ but we don't have physics after the break. بس ما عندنا physics ما عندنا فيزياء بعد الاستراحة. لعشان شنو عندنا؟ it's math انه الرياضيات. اذن اكتب هنا الماث اللي هي الرياضيات. الدرس المفقود يوم الثلاثاء هو درس الماث. اللي بعدها نرجع نكمل. maths got it حسنا. what's on Wednesday ماذا عن يوم الاربعاء؟ هذا يوم الاربعاء الحصة الأولى مفقودة المحاضرة الطويلة ساعتين. قال له we've got double Arabic لدينا درسين عربي. يعني احنا نعرف انه هذا درس وهذا درس.
دبل عربيك درس لغة عربية معناها درسين بدرس واحد يكون محاضرة اللغة العربية. خلينا نتأكد from 8 to 10 then chemistry before the break at 11:30 ثم بعدها الكيمياء قبل الاستراحة at 11:30 وفي الساعة 11:30 we start biology بعدها عندنا biology علم الأحياء. إذن عندنا دبل عربيك لغة عربية هنا بيوم الأربعاء المحاضرة الأولى اللي بعدها okay and on Thursday وفي يوم الخميس I've got Arabic, Physics and Maths. شو بدنا ننتبه للطلاب يقول له Arabic, Physics and Maths صحيح هذا كلام؟ خلينا نجي نكمل له هو راح يصحح له is that right؟ قال له no we don't have Arabic on Thursday. قال له لا احنا ما عندنا لغة عربية يوم الخميس we've got English لدينا درس لغة إنجليزية. إذن أول محاضرة لغة إنجليزية physics, math, chemistry English, physics, math and then chemistry ومن ثم بعدها الكيمياء great, got it, thanks حسناً عظيم شكراً لك. هذا ما يخص التمرين المتعلق بتمرين دي. هذا التمرين مجرد نشاط صفي كذلك الأستاذ يعلق مقطع صوتي بداخل الصف والطلاب ينتبهون لهذا المقطع الصوتي ومن ثم يملون هذا الجدول على أساس المقطع الصوتي اللي استمعوا له مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أنه درس بسيط جدا أغلب أنشطة صفية ما عدا موضوع واحد مهم اللي هو موضوع الفرق بين البورو واللين. أخذنا الملاحظات مالته شلون نميز بين البورو شلون نميز بين اللين شنو معناهن شو تختار الاختيار المناسب إذا كان عندي معاني أو ما إذا كان عندي معاني وكذلك حللنا التمرين المتعلق به. هذا التمرين حاولوا سجلوا عليه تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري. باقي الأنشطة أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حساباتنا الجزء في الفيديو في الوصف.